لا صدق اعترف، وين بتصيرون؟ ما بتصيرون مكان؟ سلم على ابوك. سعد الله صباحكم، صباح الخير جميعا، صباح النور. هذا الريال هو ابوك، انا معاي السنه اللي طافت هني، فسبحان الله حصلته بنفس المكان. صبحنا عليكم، صباح الخير، اسعد الله صباحكم. اليوم ان شاء الله رايحين ديزني لاند، وعدالها اوتليت بنطوف عليه ان شاء الله. امس تعبناهم الشباب، عاد اليوم قلنا لازم العاب، عاد اليوم حقهم، اليوم امس حقنا في المدينه، اليوم حق الشباب هذول يلعبون. كان ما نلعب وياهم نحن بعد. ديزني لاند تبعد عن باريس 50 كيلو تقريبا، يعني اقل من ساعه تكون في ديزني، عدالها في اوتليت. الناس تخبرني شو السواقه في اوروبا، ابوي السواقه فرق، ما حد يسمع دقر لك يقول لك ضك عني، لا ابوي تم واقف عنك بعيد لين تلف عقب يدعس. وايد يحترمون المسافه بين السيارات، وايد يحترمون الشيء هذا. البالي باركن ياب سيارتنا ما شاء الله عليه، ياب هذه محروسه. الضبط مال البالي باركن هذا ما يحتاج تدفع فلوس حق الباركن، بس ضبطوه انتم. سويت له شغل مصر شوي، مشت الامور معنا تمام. طاو قلنا لكم شو مخزن الجماعه؟ طاو مسافة كم؟ قال 50 كيلو، وقال لك لا روح. الشارع طال عمركم زحمة، ليش زحمة؟ الحين بخبركم. الجي بي اس مالهم يقول سيارة من جد، بتشوفون السيارة اعطيكم، يقول لكم سياره من جد. جت الاسعافه حق الحادث. طالع ماركم تسليح حق الطريق، شوفوا كرتون كامل بس حق الطريق، بس تسلى شوي شوي على الخبير يعني. هذا الموضوع اللي مسوي لنا زحمه من الصبح، هذا الموضوع مسوي لنا زحمه من الصبح، شفتوا؟ هاي باريس يا جماعه، هاي باريس، شوفوا هاي باريس. رايحين ديزني لاند زي ما خبرناكم، طلعنا من فرنسا 15 كيلو تقريبا الحين، بعدنا عن فرنسا بدأت شوي الأمور تتيسر. شوف كيف الشوارع، هذا الطريق إلى ديزني. السرعة أول ما تطلع من باريس السرعة 110 الحين تقريبا في الطريق. باقي 9 كيلو عن ديزني لاند إن شاء الله. هذا الشارع وديك على ديزني، شوفوا باقي 3 كيلو عن ديزني. بين اتكيها في الافق بعيد، بين اتكيها. وصلنا بوابة ديزني، دخلنا طال عماركم ودفعنا 20 يورو، يمكن باركن حق السيارة 20 يورو، هذا مكتوب عندكم الباركن. شوفوا هذا طال عمركم الباركن مال السيارات، هذا هو الباركن مال السيارات. الباركن يا جماعة ترى وسيع، شفتوا باركن مال القرية العالمية قده، يمكن أكبر بعد. طاو طاو تلعبين معاي ولا معاهم أنتي؟ ها هي مع البنات وأنت؟ أنا معاك يا احلى شيء عندهم هاي اللي ماخذين هالسيارات. شو هالسيارات؟ عيوني يباطون هني يلعبون، يباطون شو كل من هالسيارات، وايد حلوه هالسيارات الكبيره هاي. سلالم هاي متحركه، هاي السير متحرك لين الحديقه، تمشي السير متحرك. بحاول اغطي لكم هاي الحديقه قد ما اقدر، اعطيكم الاشياء شو فيها، الطابع عنها، تصنيف، انا بصنفها انا يعني انا نفس. مسوين باركن يمين ويسار، ولكن مسوين ممر طويل. شوف الممر طويل، يعني توصل باركن تدخل في المظله وتمشي لين الحديقه. الجو اذا يقيم تبرد، تحتاج جاكيت، بس اذا الجو مش مقيم ممكن بدون جاكيت امورك تمشي يعني تمام.
تاخذون اسمكم يلا. سلام يا سلام. وين سايرين؟ وين؟ مين؟ ما ندخل مني ان شاء الله بابا. الجماعة اللي تخبرون عن الأحداث والتفجيرات يقول تنتبه الأمور يا جماعة طيبة الحمد لله والله الحافظ ما شاء الله يعني باريس العرب في كل مكان في الشاز في كل مكان عرب ومتحجبين والأمور الحمد لله كل في حاله رايح وياي إن شاء الله. دخول الحديقة بس لازم تذاكر راح ياخذ تذاكر عقب ندش الحديقة بنعطيكم الأسعار وكل شيء إن شاء الله. اي طال عمركم غطار الموت اللي طول اقل من 120 سنتي ما يدش. خلوني بلف فيها شوي الحديقة وعقب بعطيكم ملخص كامل على الحديقة والاسعار وكل شيء فيها. الناس كلها ماخذه من هالفانتا هاي، كلنا بناخذها نفس الفانتا ها كل حد ياخذ من هالفانتا، كلنا نجربها والله فنانه فانتا مالهم. عرض مال السيارات هاي لعبه السيارات شفتوها؟ العالم حاطين موقفين سياراتهم هاي ما شاء الله عليهم كلهم بيدشون داخل. هاي العربانه شو العربانه عيبني فنانها صراحه يحط عياله ولا سمانه ويجرها. على فكره بعد ما شاء الله عالم. ماشيين في الحديقه. حديقة ضخمة زحمة ما شاء الله. حديقة ما شاء الله كبيرة وايد كبيرة. أنا هو بياي يلعب صراحة خلي الصغار يلعبون. صاروا ما شاء الله حد يلعب في قطار الموت وحد ما أدري وين تمشي. أمورهم طيبة إن شاء الله. تركب قطار يمشيك عند السيارات. هذا مكان قطار. حوطك عند السيارات. طال عمركم شنيوب تعرفون الشنيوب؟ شنيوب بس من الكبار. انا اشوف شوي اصبر ما اشوف البغيم ماله ما يلعب. الشباب يبون لعبه. كان فالكم طيب. الحين طال عماركم ما اخبركم عن بعض الشغلات في الحديقه ما دام احنا ننتظر دورنا زي ما يقولون. دخول الحديقه ب 90 يورو للشخص، محمد 86 مزنه ببلاش لان اقل من سنتين قالوا ببلاش. الحديقه عباره عن حديقتين اذا بتدخل وحده 75 اذا بتدخل ثنتين ب 90 يعني 15 15 وتدخل الثنتين.
كل الالعاب عليها طوابير، يعني ما عليك بالطوابير، عيش حياتك تستانس. انا الحين واقفين طابور بنلعب الصغاريه، ما عندك اي مشكله ان شاء الله. الحين عندي محمد ومزنه يبغى يركبون هذا يسمونه ما ادري خنفساي 44 ما ادري شو يبغى يركبونها. الكبار راحوا قطار الموت، قالوا تعال معنا قطار الموت، قلت لهم معنا فيسكم قطار الموت، احنا يلا نمشي الحين بعد قطار الموت اخرته. المكان جميل يعني يبالي يوم كامل، ولو يسوون عندنا شيء صراحه شيء تمام، يقولون في دبي بيسوون بس بهالطريقه وايد حلو. هم يبندون في الشتاء، احنا ببند في الصيف، شو المشكله؟ مكان نفس هذا صراحه وايد ناس بيجونه، بعدين متبرز عن المدينه تقريبا 50 كيلو. والناس اللي جت ما قالت زحمه، يعني تجي تقول لي لازم الالعاب زحمه ما بلعب، خذ اوقف على كل لعبه، شو المشكله؟ العب لي كم، مش لازم العب كلهم، بلعب الالعاب اللي يعني اللي خاطري فيه. مش كل لحظات تعيش لنفسك، عيش لغيرك يعني. انت تسعد نفسك طول السنه، في غيرك لازم تسعده صح؟ ضايع شونه ضايع. هاي اللعبه هاي 44 وقفنا يمكن 10 دقائق طابور، بس ماشي الطابور ما شاء الله، ما ادري كم بتدور دورتين ثلاث ما ادري. كم تصدح كتم بس هاي يضحكون مساكين والله سريع ما شاء الله. ما انا 44 اسمي خضراء خضراء يا جماعه، سريع ما شاء الله، سريع ما شاء الله. عطى راي اسويه هذا الكابتن ما حصلنا لعبه، انا عقب حشيش اربع ما ينسيب الزاع ما شي لعبه ابوي حقك للحين ما حصلنا. الطوابير في كل مكان، يعني هني ممكن طابور يمكن اذا قلت لكم 1000 نفر 1500 نفر في هالمكان استغربون. يلا تعال تعال زعج عند هذا، تعال هذا هذا هني هني، يلا زعق بصوتك، يلا تعال هني زعقون، تعال شوف كم قوه صوتك، تعال زعق، يلا يلا زعق زعق، لا لا صوت صوت عالي عالي، زعق قو قو، يلا قو زعق، يلا تعال صورك عند ماين، صور عند هذا، يلا عند اخوه الثاني، اخوه الثاني تعال صور عند الثاني، اخوه تعال صور عند هذا، يلا هني هاي اسمها لعبة الأسانسير، يوديك فوق وانه أسانسير طايح ما تخلي لك شيء في قلبك عادي يوقف القلب. يعني ممرات الحديقة كأنك في القرية العالمية، يعني شوفوا كيف كأنك تمشي في القرية العالمية، فيها زي السينمات المصغرة وفيها كيف يروون تصوير بعض الأفلام، فيها ألعاب ألعاب كبيرة أتوقع يمكن فيها 6 أو 7 ما فيها وايد. يعني اللي ما يحب الانتظار ما يجي الحديقة هاي، لأن في بعض الألعاب نص ساعة توقف 45 دقيقة زحمة علينا، الألعاب الكبيرة خاصة.
كلها العالم واقفه تصور عند الكابتن هذا. مزاج الحين يقول ايس كريم، ما اعرف ليش. معنا يا جماعه الجو يوم يقيم ترى برد، يوم تيجي الشمس الجو يكون اوكي، يعني في شويه ساعات حروره تحس به. اشر لي اشر لي علي ما اشر لي اشر لي علي ما اعرف اي واحد. هذا تبع اوكي. مزاج اليوم ايس كريم لون شيء شكل اي ايه ايه بالضبط. شكله يا جماعه طاطا صراحه شكله يعني صراحه رقم واحد كل ما يطوف عليه واحد ماخذ من هذا وماخذ فانتا، يا ربنا الفانتا ويا ربنا هذا فنان صراحه. اقيم الحديقه 7/10 على اساس الزحمه، يعني ما تقدر تتونس في الزحمه لان وايد ما شاء الله زحمه فيها. هي عباره عن حديقتين تقريبا، الاولى خلصناها تقريبا، الاولى خلصناها بسير الثانيه، الاولى تقريبا كيلو متر مربع حجمها، وانت ظاهر فيها اشياء تذكاريه، مطاعم، بعض الكوفيات، بعد فيها شوي زحمه يعني. يوني العيال قالوا لعبنا لعبتين ونص، يعني يمكن 3 ساعات لعبوا لعبتين ونص على اساس انها زحمه. النص كيف النص؟ النص مسكوا طابور مساكين، يوم وصلوا عند اللعبه قال لا عندنا صيانه نص ساعه، يعني عشان تعرفون ديزني، عشان ما اقول لكم بعد، عشان ما يعني ما غشكم، ترى ديزني وايد زحمه. انا خلصت الاولى الحين ترى ايام الشوبينج، عقب ندخل في الثانيه. بعدين بقول لكم شغله، الشغله بقول لكم اياها، انا مش مرشد سياحي والله، انا جاي بس اتكشت مع العيال احوط وراد البلاد بس، واعكس لكم شو انا اشوفه في هالاشياء يعني. وعندي وايد اماكن ما خلصتها للحين، يعني بعدني يمكن باقي يمكن 13 يوم في اماكن وايد بسير لها ان شاء الله. باكر ان شاء الله رايح مكان 4 ساعات ونص من باريس. وين هالمكان؟ ها المكان اللي بروح له عبارة عن مركز بجلس فيه 3 أيام، وبروح فيه كذا مكان، يمكن أروح مكانين أو 3 في نفس المكان اللي بجلس فيه. رحت 3 دول للحين، رحت ألمانيا ورحت هولندا ورحت بلجيكا وحين في فرنسا. لي عودة على ألمانيا آخر شيء، باقي 2 ما خلصت 4 وباقي 2 6 على اتفاق، يمكن أكثر من 10 مناطق أزور إن شاء الله. في الخطة كان فرنسا 3 أيام، أنا خليتها يومين، يوم كان أمس حواط عندي في باريس، شفت الأماكن اللي صرت لها، ومش كل شيء تصور، في أشياء ترى ما صورها يعني. المهم لو أنت وسيلكم بس، واليوم خلينا حق ديزني وبنسير إن شاء الله الأوتلت. العيال تشرون من هالمحلة، تشرون شوي أشياء تذكارية، وبعدين بنطلع من الحديقة هذه، هاي البوابة بنروح مقابلها الحديقة الثانية. طبعا إذا طلعنا ما نقدر يقولون ندش مرة ثانية، فنحن خلاص تقريبا هاي خلصناها. يعني ريالي يدور مصلى، قلت له والله ما أدري، قلت بصلي مع العصر، بس بعد ما أذن العصر عندهم هنا. صح الزاع؟ صح الزاع الكلام ولا ما صح؟ يقول لكم حتى لو زحمة، أمس يقول لي ريال، اسمع ريال في الليل شو يقول لي؟ يقول لي الجنة بدون ناس ما تنداس، صدقه كلامه صحيح. الريال عازمني قال لي الساعة 10 في الليل، عاد وين بيوديني؟ يمكن ما أقدر أصور، سمحوا لي يعني. شكلنا ما مندش الحديقة الثانية، أقول لهم ترون الحديقة الثانية قالوا لا نبي الأوتلت. احتمال ما نروح الحديقة الثانية. في بعض الشغلات تسجل حضور فيها، يعني أنا هاي ممكن ما هيها مرة ثانية، لكن سجلت حضور في ديزني يوم من الأيام في ديزني فقط، وشفتها وعرفت شو هي ديزني. في بعض المطاعم أسعارها وايد غالية، ممكن تتي مرة واحدة تجرب أكلهم لو مرة، وعقب لا تي يا أخي سجل حضور وطعم أكلهم، مش مطعمتك اليوم بتي يعني. نحن طال عمركم دخلنا الحديقة هاي الصغيرة، بس في حديقة عودة هني
وفيها القصر اللي يصورونه في بداية أفلام ديزني موجود أظني هذا هو فيها. يخبرون العيال عن قطار الموت، يقول دخلك بظلام ورئيس كامل يلفك فوق تحت، لما يقول أنت ما تعرف أنت وين بالضبط، فوق دوك يا ولد دوك دوك ايه يا بابا. عاد يقولون يوم يلف بك في الظلام ما تعرف انت الحين راسك تحت ولا فوق وريس كامل. يقولون بس تجربه جدا ممتعه يعني، صح انها تخوف بس فنانه يعني. ممنوعة عصا هاي سلفي في الحديقة، مانعينها ليش ما أعرف اسم ممنوعة، أتوقع عشان في بعض الناس بيلعبون بعض الأشياء الخطرة بيمدها العصاب بتشير تضرب في شيء يعني ممكن شيء يعني أتوقع يعني. أتوقع في فندق هني في ديزني، في فندق أشوف الناس يرى الشناط وماشي. يبون يصورون القصر مال الحديقة الثانية. هذا مدخل الحديقة الثانية. دخلنا الحديقة الثانية هذه. أنا وياك أصدقاء بس السماعة ما تزخر، اتفقنا؟ أوكي هزان؟ اتفقنا ولا لا؟ شي يا باك؟ الحرمة ما التذاكر تقول لي thank you، كان أقولها مقصي بكو يعني، بعد حركات مش إلا هي يعني تعرف إنجليزي. نرجع لحديقتنا، هاي بالحديقة الثانية بس شكلها هاي اللي أكبر صراحة، شكلها حديقة وايد كبيرة. صديقي على الأصفر وينها؟ يبلى من هالكورة هذا القصر اللي خبرتكم عنه بيصورون فيه هذا. عندهم مناظر حلوة هني ها، وعندهم هناك بعد مدينة كاملة فيها كل شيء هناك، ولكن الزحمة يعني ما تشجع. المكان فنان، شوف المكان كيف، بس ما شاء الله عالم زحمة زحمة وايد ما شاء الله. المطاعم في كل مكان، الكوفيات، ولكن ما في كرسي فاضي. خلصنا من الحديقة، زرنا الثنتين، الثاني بس تصوير، شفنا أشياء بسيطة فيها. الحين إن شاء الله متوجهين على الأوتلت. نظام هذه المتحركة، أي شيء متحرك عندهم سلالم أو هذه، إذا بتمشي أوكي، إذا ما بتمشي خليك على اليمين، خلي الناس تمشي، مو بتيس راسك وربيعك، لا سوي طريق حق اللي يمشي. مسي عليكم، خلصنا طال عمركم من الحديقة اللي كنا فيها، والحين وصلنا الأوتلت، بينها وبين حديقة 5 كيلو فقط. اللي حاب يصور اسم الأوتليت يستعد لتصوير الشاشة
الحين، وبعطيكم ان شاء الله تفاصيل يوم ادخل. الحين بدش ان شاء الله. لازم طوابير على بولو، مع انه ماركه عاديه بس ما اعرف ليش طوابير عليه يعني. المكان طال عمركم فنان، في العاب حق ليهاتكم تخلي عيالك، وفي نت ما شاء الله وايرلس مجانا. قال لي بالخردة المكان يستحق الزيارة، في شغلات حلوة صراحة. أنا الحين بتشرى منه لكن يبالي قهوة شوي، بطل راسي شوي ريح اسبرس. هذا الاوتليت ولا بلاش؟ الاوتليت صغير مو بكبير وايد، بس كل شيء فيه تقريبا، كل الماركات فيه. اللي رايح ديزني انصحه يطوف على هذا. 45 كيلو تقريبا من باريس، 45 كيلو يبند الساعة 9 في الليل. كانت أطفال طبعا حاطين اللي يعني عنده شغالة، يعني بالضبط يعني نفس مهام الشغال اليوم. أنا فتحت رسائل خاصة كلهم تحمل ولا تصير تجمعات وبيفجرونك وين نيس عنك بعيد ولا قريب. أول شيء نقولكم الله الحافظ. اثنين طال عمرك يوم مكتوب بتموت، والله بتموت لو تصير ما تصير تراك بتموت. ثلاثة هاي أصلا اسمها نيس، يعني واحد نيس شو تريهم منه يعني، هاي اسمها شي شو نسوي بعد. والحمد لله على كل حال الناس ماشية، والناس الحمد لله أمس بلوشت برج إيفل، أظني الدولة كلها في برج إيفل أمس. الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله. من باكر إن شاء الله بتستوي السياحة، سياحة قرى صغيرة مع مدن كبيرة. عاد باكر أربع ساعات زي ما خبرتكم، كل حد يفزر قولوا وين. نزلنا سلكة خلاص في الألعاب. محمد شوي بعدها هاي بخايف شوي، أما نزلنا خلاص انطلقت مع الألعاب. ياتني بعد شل جوازاتك وياك، شل بطاقتك وياك، خلاص أبوي زخوني سفروني، لأن سفرتهم بلاش برد فلوس ما تذاكر يعني. أباك سير هناك فوق تتعلق، شو رأيك؟ هذا؟ إيه إيه، أباك أسد، شو رأيك؟
مزنة سلكت خلاص مشت حالها، بس هذا بعد يالس مش، في ناس تسلك شي لهال وفي ناس لا تم شوي خايفة يعني. يعني هذا البطل عشان يسلك لازم تدق سلف، نروح نوديه لعب اللعبة شي مرة عقب روحه بينطلق. اركب اركب، دقينا سلف الحين، اركب يلا روح تعلق، تعلقني تعلقني، ايوه تعلق، خلك اسد يلا تعلق. قلنا لكم بيسلك، شوفوا بدا يسلك البطل، سلك شو قلت لكم بيسلك، ها تعلق. صريبي الاهل قال وين في ثرى مول عود عداله، وصلوا المول وفي مطعم نوره وفي شغلات وايد، قالوا لي تعال تعال، وين هاي عندي هاي الشباب هاي. المكان طال عمركم لاصق فيه مول، في مول في كل شيء، هذا المول طال عمركم لاصق في الاوتليت. شوفوا ما شاء الله كل شيء موجود في المول مرة، كل شيء مطاعم ما مطاعم، يعني اللي بيخلص من ديزني يطوفني. المكان كبير مرة، مول ما شاء الله مكان كبير، يمكن أكثر من 500 متر طول طالع، 70% مسوي تخفيض قاب، امس ماخذ من عنده، شوفوا هاي اللبسة هذه انا اخذت من عنده ثلاث، والحين شكلي بعد باخذ ثلاث. هالمحل يا جماعه جنزاته وايد حلوه هالمحل. الله مزنه ها جوتيك هذا، ها شفتوا هالجوتي هذا مال مزنه، ها اشوف نفس جوتيك مزنه هذا. ايه طبعا مخشين هاي، ها ما تبدين ملابس طبعا. الكراتين بعدين أقدر أول شيء دخل وزرة دخلت عندي. أنا بترجم لكم شو قال، يقول لكم أخته الصغيرة في حرمة تغير ملابسها دخلت عليها دار واحد، اثنين في كراتين دعمون طاعة، بس هالمشكلة ما شاء الله يا جماعه طالع. انا قاطع النص ترى الحين، هاك النص طالع مول ما شاء الله، عود كل شيء فيه ما شاء الله. تبديل مراكز الباك جراوند كلنا فري هني عند الاوتليت هذا، ما شيء هب فلوس يعني. خلصنا من الاوتليت زي ما يقولون، وحين رادين باريس، رادين الفندق مالنا، والامور طيبه ان شاء الله. خلصنا من الجوله ورادين الفندق طال عماركم، والامور كلها طيبه ان شاء الله، ولنا طلعه في الليل بالليل ان شاء الله. الحمد لله ردينا الفندق، صلينا الظهر والعصر، الحين طال عمركم رايح المطعم ايراني عند الفندق ان شاء الله حصله فاتح. احب الاضافات الجديده نقول ابوي ترى حسابنا متواضع، بس شي سفره 17 يوم وفي لينشار 9 بعد في سفرتين ان شاء الله. تمشى رايحين صوب المطعم الايراني، هذا المول عدال للفندق اللي سألوا عن الفندق. الفندق فنان زين حق العوائل، قيمه 8/10، الغرفه شوي صغيره، هذا شوي العيب اللي فيه، يبعد عن برج ايفل
تقريبا مشي 10 دقائق. كل ما تقرب صوب الشانز يكون كل شيء عليك غالي هناك. نعطيني مطعم ايراني الحين ساير صوبه نشوف ان شاء الله فاتح. بعيش بناكل عيش. في الامارات ممنوع عندنا الحركه هذه، التسول ممنوع، يمكن عندهم عادي. ففي كل كبد رطب اجر ان شاء الله. يا سلام. What do you have this one from Bangladesh? Yes. Good. Good. أظني طحت عليه، أظني هو هذا المطعم الإيراني. أظني هو هذا. هذا المطعم طال عمركم خلف النوفوتيل باريس. هذا المطعم خلف النوفوتيل باريس. هاي الوجبات ماله. ما دي واضحة عندكم ولا لا. Brother, he's in. It was yes. Where? Manager of Abu Dhabi. You said Sharjah. 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 You work with Muhammad Ahli. Yes. See you. هذا المطعم حطيتكم اللي جاي باريس. بعدني ما جربته بس يمدحونه يعني العالم كله تمدحه. الريال يقول عشت في دبي 5 سنوات. أنا كان يوم كان عمري 6 سنوات عشت مع أبوي 5 سنوات كان شغال في دبي. واحد المسؤول من قوم عائلة الأهلي هذا من دبي. أنا حيد مال اسمه أهلي هذاك ظني مال دراج ريس أو شيء، حيد مال سباق أو مال تزويد على ما أظن يعني. زين في أوروبا في الصيف النهار طويل يا جماعة. شو حنشوف الساعة كم والشمس بعد ترى ما غابت الشمس ما شاء الله. اللي سألوا عن درجة الحرارة في الليل يسوي برد في الليل الحين، وبعدين الجو متقلب عندهم ما تعرف درجة الحرارة كم. الصبح طالعين 14 15 14، الظهر اليوم 22 23، الحين في الليل 21، الفجر توصل 13. هذا فندقنا شباب الإداد. هذا فندقنا نوفوتيل. شفت برج إيفل وين ما خشكوها أكو برج إيفل عن الفندق. هاي البورش اللي موقفينها قدام الفندق عيبتني صراحة. شفت البورش. تستاهل دورة كاملة. تستاهل البورش هاي تستاهل. ما أدري هاي كم، هاي 69 71. تستاهل صراحة. لو هي مال مواقف وخالفها بالضربية. هذا اللوبي مال الفندق حق الإضافات الجدد زي ما يقولون. عندنا مشروع برج إيفل في الليل، نبغى نصور برج إيفل في الليل. يلا تعالوا تعالوا هني رفيق تعالني ابوي تعال. كابتن ويانا. هاك الكابتن وهاي الكابتنة. اوكي هنا مرحلة انتظار عندنا. هذا الفندق ترى البقية يجون عشان يصير برج إيفل. من الفندق طال عماركم رايحين برج إيفل. الحين تشوف المنطقة تقول ما فيها حد، يوم توصل عند برج إيفل تتغير السالفة كامل هناك. محمد يقول أبا أشوف برج إيفل في الليل. قلنا له إن شاء الله. الحين صايرين صوبة قربنا عاد عليه، نعطيكم كم من صورة إن شاء الله. وصلنا ريال سلمنا عليه السؤال فيها. ما شاء الله لازم فرنسا تحصل فيها حد، هي ولندن وجنيافور. لا لا مش جنيافور، أمزح وياك. نحن طال عماركم تحت برج إيفل. شوفوا ضخامته.
ينشر مني. جميل في الليل ما شاء الله برج إيفل، شو رايكم يا جماعة؟ حياة شوي عندهم ما شاء الله. مزنة تبى دق يعني كلب، وحمود يبى ليزر. ولع، ايوه ولع تحت تحت، ايوه ولع. شوف يا سلام شو الحلو تحت عند ريولنا، عند ريولنا هني. يا سلام، سوينا زيارة سريعة من فندقنا على برج إيفل، مشينا طبعا وحين رادين الفندق ان شاء الله، وباكر رايحين مكان ثاني. ما طولنا بباريس، جلسنا يومين بس، امس كان كله مشي، واليوم رويناكم وين رحنا، بس اكثر من شيء اتوقع كفاية يعني. باكر ان شاء الله زي ما خبرتكم المدينة اللي بروح لها تقريبا من 4 إلى 5 ساعات، بتكون فيها 3 ليالي، ولكن بيكون فيها جدول شيء مقسم. اليوم بيكون مقسم على 3 مراحل، الصبح روح مكان، العصر مكان، وفي الليل نرجع الفندق إن شاء الله. أسعد الله صباحكم. اليوم الجو مغيم في باريس، الجو جميل ما شاء الله، درجة الحرارة 18. إن شاء الله بعد شوي بننطلق إلى مدينة ثانية تقريبا من 4 إلى 5 ساعات، باريس فيها 3 أيام. خذنا شغلات خفيفة حق الطريق، هاتشي تسلية حق الطريق أساس ما يطلعون يعانين. نرحب بالإضافات الجديدة، نرحب بكم جميعا. طبعا انتم ما لحقتوا على بداية الرحلة، انا بعطيكم ملخص بسيط عن بداية الرحلة. رحلة طال عماركم من بوظبي الى فرانكفورت. سبب اختيار مطار فرانكفورت لان التذاكر ارخص وفي وايد سيارات. طلعت من فرانكفورت على طول رحت ديزلدوف، اقرب على الاماكن اللي كنت انا ابغاها. اخذت ليلة في ديزلدوف، بعدين انطلقت على هولندا. كانت المسافة تقريبا ساعتين، ومن ديزلدوف الى هولندا كانت المسافه تقريبا 40 دقيقه. جلس يوم في هولندا في منطقه ريرموند على ما اظن، وسكنت في فندق كان بدايته سجن، عقب حولوه الفندق كان سجن في بدايته، عقب في 2007 او 9 حولوه الى فندق. تجربته وايد، السلام اللي فيه والدرج مال السجن من 1800 يعني، كان صراحة تجربة وايد تمام. رحت هولندا على أساس الأوتليت، جلست فيه تقريبا نص يوم. الأوتليت كان عندهم وايد فنان، بحط لكم العناوين اللي بالعنوان، بحط لك كل شيء. ظهرت من هولندا على بلجيكا على بروكسل، جلست فيها يومين تقريبا مسافة 150 كيلو. هولندا اليوم الأول كانت لف جولة في المدينة زي ما يقولون، تعرفنا على الأماكن اللي داخل المدينة. ثاني يوم رحت المنطقة اسمها بروج رقم 1، كتبوا بروج بلجيكا، منطقة وايد حلوة. بعدين جيت باريس